طيب، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طيب، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية من الله سبحانه وتعالى، والهداية على قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق. هداية البيان والإرشاد من الله سبحانه وتعالى، ويقدر عليها أيضا المخلوق، إذا صح التعبير يقدر عليها المخلوق، يعني أنت كونك تبين للناس طريق الهداية دي هداية بيان، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أحد إخواني، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وتلا الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. دي هداية البيان يا جماعة، دي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والمصلحون يدعون الناس إلى الخير، لكنهم لا يملكون الهداية الثانية، وهي هداية التوفيق، هداية القلوب وهداية العمل. يعني انت بتبين بلسانك، لكن انت بقلب الزول لا، ما بتقدر تصل تسوق قلبه وكذا. وهذه المنفية عن المخلوق: إنك لا تهدي من أحببت. شكي ما في تعارض بين الآيات: وإنك لتهدي، إنك لا تهدي، ما في تعارض. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان، تدل الناس وترشدهم إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم. إنك لا تهدي أي هداية القلوب، من أحببت أي من أحببت له الهداية، أو من أحببته محبة طبيعية، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طيب، بعضهم قال هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يا جماعة الإنسان يعلم أنه مجرد مبلغ، مبلغ بس، تتبلغ وتمشي وما تتضايق. اشتغلت دعوة 10 سنوات ما استقام ولا نفر، ما تتضايق، لأن الهداية دي بيد الله سبحانه وتعالى، ولأنه يأتي النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أنت بس بلغ، بلغ، والبركة من الله سبحانه وتعالى، وأخلص لله، واتبع السبيل الشرعي. وده يوريك فائدة، إنك بعض الناس من انحرافهم يقولون: الغاية تبرر الوسيلة. عشان يهتدي فلان يقوم يشغل له نشيد، حاجة ديك شفتها يجيبها له، ليس الغريب يجيبها له ويبكيه. لك الزول لا أخي تعود على الغنى، إلا مرقوا شوية شوية، نمرقوا شوية شوية. ها كان حتل في نمرة 2 دي، يمرقوا كيف؟ كان قال لك: أنا تاني ما بسمع إلا ليس الغريب دي، أتجيبه من الغربة دي كيف أنت تاني؟ ولا يقول لك: نحن بنوزع التسجيلات دي بتاعت مسلسلات، مسلسل الرسالة، يجيبوا لك حمزة عنده شنب طويل، ويجيبوا لك صحابي بحب في امرأة ويتغزل فيها، كلام كله باطل. ويجيبوا لك ممثل من الممثلين يمثل بلالا رضي الله عنه، كله باطل، والله الذي لا إله غيره. بيجاي تلقى ده ممثل عمر بن عبد العزيز في الغنى، بيجاي تفتح في نفس الديجيتال الغنى غادي تلقاه في غنى تانية روتانا ولا شنو، تلقاه في وضع تاني. ده ذاته عمك البيجاي، بيجاي بعمته ويبكي وبيغادي يضحك، زيدي حلوها كيف ذاته، وليه كله لخبطة. تتخذ الوسائل الشرعية، الوسائل الشرعية منها أن تتلطف بالمدعو، أن ترفق به، أن ترحمه
في موضع الرحمة، أن تشد عليه في موضع الشدة، أن تستعمل الوسائل الشرعية، الآيات والأحاديث والمواعظ التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. طيب، رسل له محاضرات، رسل له دروس نافعة إلى آخره. قال: وفي الصحيح عن المسيب عن أبيه، لعله قصد سعيد ابن المسيب، وهذا هو الصحيح، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. أبو طالب لما حضرته الوفاء كان معه أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد، قال: ويحتمل أن المسيب والد سعيد كان معه، لأنه من بني مخزوم وهم من أهله من قرابته، وكان المسيب على الكفر، وكان عبد الله ابن أبي أمية على الكفر، وكان أبو جهل على الكفر، فأسلم المسيب، وبعضهم يضبطها بالكسر المسيب، وأسلم عبد الله ابن أبي أمية، وبقي أبو جهل على الكفر إلى أن قتل في يوم بدر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم ومن حسن معاملته ومن طيب نفسه، أنه يجازي الإحسان بالإحسان، لأن أبا طالب كان يدافع عنه صلى الله عليه وسلم طيلة تلك السنوات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 49 سنة صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أبي طالب، وقال بعضهم دافع عنه أبو طالب وراعى أمره 43 سنة الفترة دي كلها. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام جاء لينقذه من النار، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي هذا أن أقوى حجة يلقى بها العبد ربه يريد النجاة بها من عذاب الله هي لا إله إلا الله، ويسعى في ترك المعاصي وفعل الطاعات. فوقف أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام أبي طالب، وأخذا يذكراه بأعظم شبهة عند المشركين: أترغب عن ملة عبد المطلب، عن ملة أبيك؟ فلما حانت اللحظة الأخيرة قال: هو على ملة عبد المطلب. قال الحافظ بن حجر: يحتمل أنه قال: أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الراوي غير هذه الجملة لقبحها، لا يريد أن يقولها، قال: هو على ملة عبد المطلب. فمات على الكفر بسبب صحبة السوء وبسبب اتباع الآباء والسادة في الباطل. كلمة، شوف، لحظة ممكن تنجو بها، ولحظة ممكن تهلك بسببها أو فيها. فلما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله تعالى
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز الاستغفار للمشرك ولا للكافر. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، أي خاطب الله تعالى نبيه في حق أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، أنت تحب له الهداية ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت تحب له الهداية ولا تملكها. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا النهي، هذا النوع من النهي يسمى النهي في صيغة النفي، في صيغة النفي. نفى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، وهذا النفي يتضمن النهي عن الاستغفار، لا يجوز لكم أن تستغفروا لهؤلاء. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يدعون أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله بعضهم، وبعضهم يقولون معناها لا حاكم إلا الله. والصحيح الجامع لتفسير هذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح لا خالق إلا الله، لكن ليس المراد من هذه الكلمة لا خالق إلا الله لأن الإله المعبود، وإنما المراد لا معبود بحق إلا الله تعالى. ما لا خالق إلا الله دي أصلا ما فيها نقاش. طيب لا يبقي الربع، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، يعرفون مراده أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه، لذلك وقفوا أمامه. قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني هؤلاء الجهلة الذين ما فهموا معنى لا إله إلا الله، وأبو جهل يفهمها ومع ذلك خالفها واستكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، كان جادا ويسعى في إسلام عمه ويحرص على ذلك، ولكن الله أراد أمرا آخر. السادسة الرد على من زعم إسلام أبي طالب وأسلافه، أي أنهم لم يسلموا. رد على، في بعض الناس تأخذنا العاطفة يقول لك أبو طالب ما أسلم، كيف ده أسلم يا أخ، والله نزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ودي الحادثة نزلت فيها الآية. طيب السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، ده في البداية، بل نهي عن ذلك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، هم من أسباب سوء الخاتمة، عشان كذا ذي الأصحاب سوء. لقى الله شوف الكفار ذيل بيحرصوا كل الحرص، وأنا لقيت المشركين الأوائل ذيل عندهم حرص على الشرك ذاته، الشرك ذاته عندهم حرص عليه. هسي في بعض الناس عنده حرص على المال وعلى الجاه وعلى المكانة، يعني ممكن تأصل المسألة يسكت ساي، لكن مما تجيب اسمه بهيج، لأنه عنده دكان بيبيع فيه حجبات بخرات ومحايات وأعواد وأشياء، عنده دكان، لما تجيب اسمه بتقفل له الباب ده، دكان ده بيتقفل والتجارة بتقيف. هون ديلك ما قصدهم مال بس، دايرين الشرك ذاته، عشان كده حتى في الموت لو قصدهم مال ما كان سعوا وراه، حتى في شنو؟ في الموت، حتى في الموت دايرين انه يموت الزول على الشرك. شوف الحقد ده قدر كيف والباطل، ودي صحبة السوء، عشان كده صاحب لك زول فيه خير
مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق شنو الكير. صاحب السوء ده برطك تسافر معاه يكون مشغل غنى، تنقلب العربيه تموت سوا، قادك ليسوى الخاتم، تمش له تشرب معاه حاجه لفوه تموت سوا، يكون قادك ليسوى الخاتم. اما صاحب الخير يقودك الى الدروس والى العلم والى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ويعاونك في البر والتقوى. طيب التاسع مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. عظم النصوص، ماذا عظم الأشخاص وهم على الباطل، وهم على الباطل عظم النصوص. لذلك العلماء كانوا يردون حتى على الأفاضل إذا أخطوا. ابن كثير رد على ابن عبد البر رحمه الله تعالى، رد عليه في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة. قال ابن كثير بعد أن ذكر مجموعة من الأقوال قال هي صلاة العصر، ده الراجح. قال والعجب العجاب أن من إحدى الكبر أن أبا عمر ابن عبد البر يقول بأن الصلاة الوسطى هي مجموع الصلوات الخمس. قال وإنها لإحدى الكبر، يعني برد عليه في تفسير وقال الألفاظ الشديدة في تفسير آية أخطأ فيها. فكيف من يخطئ في العقيدة وفي المنهج القويم، كيف لا يرد عليه؟ طيب العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الجاهلية بيستدلوا على أن دينهم على حق بآبائهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بالآية الأخرى مهتدون. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها أبو طالب لنفعته، كلمة أحاج لك بها عند الله فأبى. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. الشبهة شنو؟ الشبهة أنهم يذكرون الآباء، يقولوا معقول أبهاتنا عليه غلط والأولاد الصغار ديل عليه صح، يا أبا طالب معقول أبوك ماد عليه غلط، ود عمك الصغير بالنسبة لك ود أخوك عفوا ود أخيك يكون عليه حق. قال لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، نازل ما جابوا أي مجادلة، ما قالوا للا آلهتنا بتعمل وبتفعل، بس حجة واحد أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة دي أعظم شبهة عندهم. وس يقول لك الناس دي كلها ده القمنا عليه، يا هذا أنت قايل شنو؟ يقول لك ده القمنا عليه كل، شوف هذيل بنعلق على فيهم كمون، ده القمنا عليه نادي شيوخ، ده القمنا عليه دربونا عليه. أيوة أي نعم، جزاك الله خير. قال لأن في القصة لأنهم لم يجادلوه إلا بها، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره يعيد عليه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال فلأجل عظمتها هذه الشبهة ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، استخدموا آخر شبهة وأقوى شبهة عندهم وشبهة باطلة. الزول يا جماعة بخالف أبوه في الدنيا، تقول لي أنت دار تقرا شنو؟ يقول لك هندسة، تقول لا أبوك ما دكتور لكن، يقول لك يا أنا رغبتي هندسة، ويخالف أبوه في الدنيا. ما بقول لك لا أبوي دكتور إلا أنا أطلع دكتور، يقول لك رغبتي هندسة، وهناك في الدين رغبة الجنة وما يقدر يخالف أبوه، يخش في درب النار. يقول لك لأنه أبوي كان بيفعل كذا أنا بفعل كذا، أبوي كان بيمشي يشيل تراب أنا بشيل تراب، أبوي كان بيسافر كل ثانية العيد أنا بالبوكس أنا بسافر كل ثانية. ده نهاية الباب، نكتفي بهذا القدر.